السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رشيد السمسي في سؤال. اليوم ان شاء الله نديرو لابختي ديال يمنيكلاتور دي فونكسيون. اللي غنخدمو ان شاء الله لا فونكسيون ديزامين. لا فونكسيون ديزامين كما كتعرفو كتكتب في تسمية الكانامين. بالنسبة لزامين عندنا 3 تيب، امين بخوميير اي لزامين سكوندير اي لزامين تريتير. ليزامين بريمير فيهم واحد الراديكال، بالنسبة ليزامين سكوندير فيها دو راديكال، ليزامين تريتير فيها تخوا راديكال. بالنسبة لا بوزيسيون دو كوب فونكسيونيل دون سو كا دوا اتر انديكي بور ليزامين سكوندير اي تريتير، لو جروب الكيل لو بلوز امبورتون اي شوازي كوم ستركتور دو براس، اي لو جروب ريستون سون تريتي كوم سوبستيتيون على سويت دو لتر ان او ان فيرغول ان. يعني الا كان عندي في الحاله ديال لي زامين سكوندير اي تريتير كناخذو لو جروب الكي لو بلوز امبورطون هو اللي كيكون لا ستركتور دو باس، يعني لا شين برينسيبال ولا سيكل برينسيبال. بالنسبه لي زو جروب ريستون كناخذوهم كوم ان سوبستيتيون، كنكتبو لا لتر ان او ان فيرغول ان. بالنسبه لي زامين الا كانوا جروب برينسيبال ça veut dire suffixe كنكتبو امين. بالنسبه في الحاله ديال لي زامين بريمير، لي زامين بريمير كما كتلاحظوا في هاد ليكزامبل عندي هذا هو الراديكال كما قلت لكم لي زامين بريمير فيهم واحد الراديكال هذه هي ار. بالنسبه لاشين برينسيبال ولا ستريكتور دو باس كما كتلاحظوا هادو فيهم 3 كاربون دونك لو بلو لونغ. دونك كنبداو لا نيميروتاسيون من الكربون اللي قريب من الفونكسيون ديال لامين، دونك 1 2 3. دونك هادي هي ستريكتور دو باس، وعندي لا سوبستيتيون في نيميرو 2. دونك كنبدا التسميه نتاعي ب لي سوبستيتيون. دونك لي سوبستيتيون عندي الميثيل، دونك غندير دو ميثيل. لو نون ديال لا شين برينسيبال هي بروبان ان امين، ان امين حيت امين تابع للكربون ان. بالنسبه لي زامين سكوندير، لي زامين سكوندير عندي عندي دو راديكال. عندي لا بروميير راديكال هو هذا اللي هو ليطان، اي لا دوزيام راديكال هو الميثيل. دونك بالنسبه لا بوزيسيون، بالنسبه نبدا من الكربون اللي قريب من الفونكسيون، يعني من الفونكسيون دو شين برينسيبال. دونك ان هاد الكربون، ان دو عندي دو هاد دو كربون هما اللي قريبين ليا من لا فونكسيون ديال لامين، وهما اللي كيمثلوا ليا لا شين برينسيبال. دونك بالنسبه للسوبستيتيون عندي ميثيل. بالنسبه لا نيميروتاسيون ديال الميثيل كما شفنا في ديبار، قلنا ان لي زامين سكوندير اي تريتير لو جروب الكيل ريستون كناخذو كوم ان سوبستيتيون، كنكتبو لا لتر ان ولا ان فيرغول ان. بالنسبه ان الا كانوا عندي لي زامين سكوندير، اي ان فيرغول ان بالنسبه الا كانوا عندي لي زامين تريتير. دونك كنكتبو ان، يعني لا نيميروتاسيون ديال هذا ما كتكونش عنده، كتكون عنده ان. دونك كنديرو ان، كنديرو الاسم نتاع السوبستيتيون اللي عندي هنا ميثيل، عاد كندير لو نون ديال لا شين برينسيبال اللي هي فيها دو كربون دونك ايطان، عاد كنكتبو امين. دونك كنديرو ان ميثيل ايطان امين، يعني لا تيرمينيزون ديال لو نون ديالي توجور امين. بالنسبه لي زامين تريتير، لي زامين تريتير كما كتلاحظوا في هذا ليكزامبل عندي عندي 3 راديكال. دونك هو الاول هو هذا، الثاني هو هذا، الى الثالثيام هو هذا. دونك بالنسبه كما كتلاحظوا عندي لا شين برينسيبال هي هذه حيت فيها 3 كربون، اي لي سوبستيتيون عندي 2، عندي ميثيل هنا وعندي ميثيل هنا. دونك توجور يعني لي ريستون كما قلنا كنكتبو لا لتر ديال ان فيرغول ان حيت عندي دو ميثيل. دونك كندير ان فيرغول ان يعني دو ان،
كندير لونون ديال لي سوبستيتيون عندي هنا جوج ديال ميثيل دونك غندير دي ميثيل وغنكتب لونون ديال لاشين برينسيبال اللي هي بروبان حيت فيها 3 كربون دونك بروبان انامين انامين حيت بدينا من الكربون اللي قريب ليا من الفونكسيون ديال لامين يعني هذا عندي 1 2 3 دونك كنديرو ان امين توجور لا تيرمينيزون ديال لو نون دو فونكسيون دامين كتكتب امين بالنسبه في الحاله الا كان سوفيكس يعني غروب برينسيبال غنشوفو دابا في الحاله الا كان عندي غروب سكوندير سافو دير بريفيكس كنكتبو امينو كما كتلاحظوا في هذا ليكزومبل عندي دو فونكسيون عندي فونكسيون سيتون و فونكسيون دامين لو فونكسيون سيتون كما شفنا ديجا اي بريوريتي على لا فونكسيون دامين دونك هذه اللي غتكون سوفيكس و لامين غيكون بريفيكس دونك غناخذو كومون سوبستيتيون دونك عندي لاشين برينسيبال هي هاد السيكل اللي فيها 5 كربون ça veut dire pentan ou on dit l'amine ou comme un substitution on dit de la position qu'on a toujours le carbone le plus proche de la fonction principale donc 1 2 donc la position de l'amine est 2 donc on dit 2 amino on dit amine est préfixe donc on dit 2 amino on a deux comme un substitution Donc on dit deux amino cyclo pentan, yani la chaîne principale et la terminaison de le nom on est un acétone. Donc بالنسبة les amines aromatiques qui m'a quatre de هنا on dit benzinamine le nom courant dielo هو aniline yani le nom courant yani الاسم المختصر بالعربيه يعني عنده الاسم ديالو سبيسيفيك ولا درتي ليه لا نوميكلاتور هي بنزينامين كما كتلاحظوا هذا هو البنزينامين اللي كان لو نون كورون تاعو هو انيلين بالنسبه لهذه الحاله عندي هنا لاميم موليكيل غير هاد المره فيه لامين تريتير يعني ما فيهش لامين بريمير لامين تريتير كما قلت لكم توجور كنديرو ديك ان ديك لا ليتر ان فيرغول ان دونك كدير ان فيرغول ان عندي هنا دو ميثيل دونك غندير دي ميثيل بنزيلامين يعني هذه هي لاشين برينسيبال ان اي سي بنزين دونك كتكون ديميثيل بنزينامين ولا لو نون كورون تاعو هو ان فيرغول ان ديميثيل انيلين يعني بلاصه بنزينامين كدير انيلين بالنسبه لو نون كورون بالنسبه لي زامين سيكليك بالنسبه لي زامين سيكليك L'atome d'azote dans le cycle est indiqué par le suffixe et le préfixe pardon quand c'est beau aza. يعني il est quand on dit l'azote fil داخل نتاع السيكل كيكون toujours préfixe ou quand c'est beau aza. Donc quand بدأ بaza donc بالنسبة لهذا السيكل اللي فيه 3 كربون سيكل pardon ديال بروبان دونك عندي ان دونك في سيكل دونك غنبدا ازا سيكلو بروبان ولا لو نون كورون تاعو هو ازيردين بالنسبه في هاد ليكزامبل الثاني عندي هنا سيكل فورم بونتان اللي فيه 5 كربون دونك ان كاينه اوسي في الداخل نتاع السيكل دونك غنبدا بازا سيكلو بونتان ولا بيروليدين يعني لو نون كورون تاعو هو هي بيروليدين كنتمنى انكم فهمتوا لا بارتي ا لا بروشين توتوريال ان شاء الله.